اسمي عبد القادر سويلم من سكان شمال سيناء قرية. مشكلة سيناء ليس بمعزل عن الدولة، ومشكلة سيناء قائمة في إن يجب أن يتحمل مسؤولية البناء فيها أولا المواطن فيه، لأنه هو حيكون يحمل النبض الصحيح ويعرف بواطن الأمور. فإذا تحرك شبر كان هناك من إخواني في المحافظات الأخرى حراك أكثر منه، لكن أن ننتظر من المسؤولين أو أن ننتظر من الحكومة أو أن ننتظر من الأحزاب، صراحة أرى أن هذا حيكون أمر بطيء جدا، لأن لن يأتيك حزب إلا لحساب نفسه. لذلك واجب على ابن سيناء أن يبدأ هو، لأنه أعرف بمواطن الخلل وأعرف بمواطن الخير في أرضه وفي في أهله وفي كل من يحيط به. تصوري في البناء إنه أولا نبني الإنسان، ويتم بناء الإنسان بالتعليم، ومن تعدى مرحلة التعليم فعليه بالاهتمام بموضوع التنمية البشرية حتى نتحول في الموضوع الاقتصادي من الشراء ما نشتهي إلى الشراء ما نحتاج. سيناء على المستوى الاقتصادي نحتاج إلى أسلوب أن يجذب إلينا أبناء الوادي للسكنة، وأسلوب الجذب هذا حيكون عن طريق المياه. المياه على ترعة السلامة التي بنيت جابوه على الصبخة على سهل الطينة. سهل الطينة هذا أرض صبخ وتكسرت كذا مرة، ومحطات رفع ترتفع للسر والقوارير كل 2 كيلو 5 كيلو 10 كيلو محطة رفع. ولو جابوا هذه القناة من النفق مش هتحتاج إلا محطة رافع واحدة، وحتجيب المنطقة الجبلية بالكامل بزراعاتي، وحتجي على السر والقوارير، وحتجي إلى الشمال منحدرة، بل حتحتاج سدود حتى نحبس الماء عنه. تسمع مشكات، تسمع أنه عشان يجيب شربة مية، وهو من سكان يعتبر المدن، عنده كهرباء وعنده عشان بيشرب مية 200 جنيه في الشهر، في الوسط بيشرب مية يمكن ب500 جنيه ولا ب700 جنيه. المنظومة التعليمية، منظومة التعليم يجب أن يتم مراعاة منظومة التعليم في الشريط الحدودي ومناطق الوسط. ليه؟ لأن احنا عايزين نكدس السكان، نغير تفكير العقل البشري ولا نعطيه. حقيقة صدق المثل بيقول اعطيني سنارة ولا تعطيني سمكة. انت علمني، أنا مش عايز منك عطاء، لأنك اليوم لو أعطيتني عطاء منحة بعد يومين مش هلاقي المنحة، لكن علمني. لأنه لا يدحر الفكر إلا بالفكر. يأتي العلماء بزيارات، بتخصيص بعض المساجد. الشيخ محمد حسان لما كان بيخطب في مدينة العريش بيرحلوا له ناس من الوسط أكثر من 300 كيلو عشان يسمع الخطبة، مستعدين لربما يسمعنا طبيب أو طبيبة، مستعدين نوفر لبيت ونوفر له صيدلية ويأخذ الكشف ويأخذ ثمن الدواء بس يسكن عندنا، ونحميه مما نحمي به أبناؤنا وأولادنا. فهذه في شرب الماء، لكن لما تتواجد معي حتفهم ظروفي، حتعلمني، ممكن تعطيني فكرة أتعامل بي، فكرة أتعايش بي، حصل تواصل. الأخذ والعطاء بين الشعوب حيفك أزمة التخوين.